فأنا كان نفسي إنه أشوف الأهوار العراق كنا نسمع بيها وإحنا صغار وهذا. فجابوني اليوم هنا جدا انبهرت بالمنظر هذا. المنظر جميل والأهوار كلش حلوة بس ناقصها شيء واحد. اهتمام الدولة، لازم الدولة تهتم. البيئة العراقية، الأهوار العراقية مهمة ليست فقط لأنها لاندسكيب، لأنها مشهد طبيعي مهم. هي ليست كأهوار كاليفورنيا وأهوار جنوب أفريقيا وأهوار رومانيا، وإنما هي فيها ثقافة محلية عميقة الجذور، أكادية أرامية، حتى التقاليد والحكايات والفنتازيات والقصص الخلاقة هي قصص سومرية أكادية. حتى بيوت الطين القصبية هي بيوت سومرية بنيت بنفس الطراز ونفس المواد ونفس التشكيل ونفس الاتجاه منذ أيام السومريين، منذ أكثر من 2500 سنة قبل الميلاد. حتى أن